السلام عليكم. تطبيق رادار بوت، ما فائدة هذا التطبيق؟ هذا التطبيق ينطيك تنبيهات للرادارات القريبة منك أو تنبيهات لكاميرات المراقبة القريبة منك المختصة بقص الغرامة للسرعة وكذلك لعدم ربط حزام الأمان. طبعا رابط التطبيق بالوصف وبأول تعليق. نقوم بفتح تطبيق رادار بوت ونشرح لكم. هذا هو الاشتراك المميز، يعطيك بعض المميزات. نرجع خطوة إلى الوراء إذا ما حبيت تشترك. هذا هي الواجهة الرئيسية للرادار. يجب تفعيل خاصية الخرائط أو خاصية الموقع حتى يبحث لك عن الرادارات القريبة. احنا بالعراق ما عندنا رادارات ولا عندنا كاميرات، أو حاليا موقعي القاعد بما بي لا رادار ولا كاميرا، فيبحث لك وينطيك تنبيهات انه بوجود رادار قريب او بوجود كاميرا قريبة لتجنب عملية المخالفة او للتحذير بشأن مخالفة اذا كنت مسرع او عدم ما لابس حزام الامان. فمن ينطيك التنبيه تقدر تتجنب الامر. تسجيل حساب، من هنا نضغط على تسجيل حساب اما عن طريق الفيسبوك او عن طريق جوجل. نضغط على الموافقة على الشروط ونقوم بتسجيل الحساب. طبعا حاليا أنا ما محتاجة فما راح أسجل حساب، مجرد للشرح حبيت أفيدكم بهذا البرنامج. هذه هي الواجهة الرئيسية. نقدر نضيف تنبيه بوجود رادار من خلال الزائد إذا كانت عدم وجوده. أتمنى تستفادوا من